بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديوهات بعنوان لكي يطمئن قلبي. يلا معاصر طبعا بيكتب لكم في عنوان الفيديو احنا بنشرح بيج كام من السؤال كام لكام عشان تعرف واقع في ايه فتجري لغاية السؤال اللي انت عايزه. اتفرجت علينا في الفيديو كله طبعا تشرفنا. بنحاول نصغر الفيديوهات على قد ما نقدر ونقسمها أجزاء عشان حضرتك ما تملش مننا. أمزلو قبل ما افتح الأسئلة ملخص سريع لأومزلو اللي عمل ريليشن بتوين جهاز أميتر فيكسد ريزيستنس ريوستات جهاز فولتميتر قدر بالريوستات يغير R إنما R فيكسد ما تغيرتش. عمل ريليشن بتوين V و I لما لعب في الريوستات قدر يغير قراءة الأميتر ليه؟ لأن الريزيستنس هي المطب اللي بيقابل آي ولا إيه؟ صح ولا لأ؟ فقدر يغير قراءة الأميتر عن طريق اللعب في الريوستات. لما قراءة آي اتغيرت قراءة في كمان اتغيرت لقى الريليشن بتوين في أند آي إز دايركتلي بروبوشنال. هو ده قانون أوم اللي قال إن الفي دايركتلي بروبوشنال مع آي أت كونستنت تمبريتشر. يبقى شرط التمبريتشر تكون إيه يا أولاد؟ ثابتة. عشان نشيل العلامة دي ونحط إيكوال لازم نحط إيه؟ كونستنت في آي. بالتجربة العملية قاس الـ V وقاس الـ I مثلا لأن لما ده 1 ده 5 ده 2 ده 10 ده 3 ده 15 ده 4 ده 20 يبقى الكونستنت دايما محدش يضحك عليك ويقول لك ده كونستنت. جي منين؟ كونستنت. لا الكونستنت هو واحد في كم يدي خمسة؟ خمسة. اتنين في كم تدي عشرة؟ خمسة. عاد التجربة اكتر من مرة على نفس الريزيستنس لان الكونستنت هنا خمسة. خمسة هم قيمة مين؟ الار. شال ده وقال يبقى الاي فار ايكوال في ومن هنا قال يبقى الار بتساوي في على اي عشان كده الاوم يساوي فولت على امبير ولا ايه؟ يبقى اول سؤال تسأله لنفسك ليه الاوم يساوي فولت على امبير؟ تقول لي اصل الاوم الريزيستنس والريزيستنس بتساوي في على اي الفي بالفولت والاي بالامبير. يلا بينا نروح على الاسئلة على طول بتاعة اومز لو في كتاب المعاصر. In which of the following cases the intensity of electric current passes through in resistor R is greater than. يعني عايز I كبيرة صح؟ قبل ما أكمل والله العظيم مش ال V بتساوي I في R؟ هو عايز I إيه؟ كبير ولا إيه؟ عايز I كبير. لو الريزيستنس ثابتة يبقى هيحتاج V إيه؟ كبيرة ولا لأ؟ بصوا معايا ده لو ال R is A constant. مش ال V بتساوي I R؟ عايز I كبيرة. شفت أنا قبل ما أكتب السؤال؟ لو ال V هي اللي ثابتة يبقى أكيد في ال R ال A الصغير. يبقى ممكن أسأل السؤال بطريقتين، يا ثبت لك ال R فأنت تنقي أكبر V، يا ثبت لك ال V فأنت تنقي أصغر مين؟ R. صح. يلا نشوف السؤال. الله أكبر. I يساوي هو عايز I V على R. قشطة. هنا 1 على R ده الـ I. هنا ها 2 على R. هنا 3 على R. الله 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 الله. يبقى هو مثبت مين؟ الـ R. بتلعب في إيه بقى؟ يبقى V بتساوي I R. هو مثبت مين؟ عايز أكبر مين؟ أكبر I. هو سائل عن أكبر I. يبقى أكبر إيه؟ يبقى الإجابة إيه؟ أكبر V. شفت المذاكرة سهلة إزاي؟ The opposite diagram. حلو قوي. Represent a part of an electric circuit containing device X و device Y. So if two devices are connected correctly هما متسلق كده يبقى اكيد ده اميتر ولا ايه؟ وده فولت ميتر. ولادي
ليه؟ ولاد احمد سمير. لان الاميتر بيقيس اي ويتش از كونستانت ان سيريس، والفولتميتر بيقيس في ويتش از ايه كونستانت ان بارلل، فالاميتر يركب سيريس عشان يقيس نفس الاي. تخيلوا لو الاميتر كان ركب هنا، كان اس اي ولا حته منها مش في البارلل، الاي بيتقسم قدام قدام ما تقلقش. ويبقى اليونت هنا امبير، اليونت هنا فولت، which is equivalent to column per second, which is equivalent to joule per column. يلا بيقول لي device X، device X is a meter. يبقى الإجابة دي غلط والإجابة دي غلط. لغيت إجابتين، استبعاد الخطأ فأقرب من الصح وأركز أكتر. فولتميتر Y، sorry Y is voltmeter، يبقى الإجابة B. اللي بعده. طبعًا عامل ده ليه؟ لأن السؤال ده، السؤال ده جه آخر السنة، السؤال ده جه آخر السنة، بس ما قالش ده مين وده مين، قال اليونت في مين واليونت في مين. جاي 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 هوريه لكم. يلا شباب اللي بعده أهو. بس عمل إيه بقى اللعيب في آخر السنة؟ ما حطش واي هنا، حط واي هنا، نسميه زد. الزد ده فولتميتر بيقيس البوتنشال ديفرنس إن فولت، صح؟ اللي بيساوي جول على كولوم ولا لأ؟ وده أميتر بيقيس الكرنت انتنستي بالأمبير، which is equivalent to column per second. وده فولتميتر. مستر يعني جاب فولتميتر وفولتميتر؟ بس قال على واحد فولت والتاني جول على كولوم، عادي. يبقى ده برضه فولتميتر بالفولت اللي بتساوي جول على كولوم. هو عايز اكس وواي. يلا بيقول لي ديفايس اكس، ديفايس اكس، اكس يا فولت يا جول بير كولوم. كولوم بير سكند لا، كولوم بير سكند لا، جول بير كولوم او جول بير كولوم يعني ينفع يا سي دي. واي وبي مستبعدين. واي جهاز اميتر بيقيس بالامبير او كولوم بير سكند، يبقى دي جول بير كولوم صح والامبير صح، ويبقى الاجابه دي. اللي بعده يا شباب، اي بوتنشال ديفرنس في is applied between terminals of conductor to move the N through a cross-sectional area in 2 seconds the time, then the resistance is. بابا احمد سمير مش مستر احمد سمير قايل لك اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه. انت عايز R، ال R بتساوي V على I، هو مديك V صح، يبقى انت محتاج مين عشان تجيب ار؟ اي. يبقى يا اما هيديك اي يا اما هيديك حاجه تجيب منها مين؟ اي. الاي بيساوي كيو على تي، يعني بيساوي ان في اي على تي، يعني يساوي الان 6.25 تايم 10 باور 18 في 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 على 2 يساوي قدامك اهو. احنا على فكره حلينها عشان ما حدش يقول حاجه، بس الموديل انسر اهو. يلا 6.25 في 1.6 على 2 يطلع 5 تايم 10 باور نيجاتيف 1، يعني 0.5 امبير. يلا الفي بكام يا عم الحاج؟ ب 12 على 0.5 طاير العلامه حطه صفر، يبقى 120 على 5 فيها 2 4 اوم، تمام. يبقى الاجابه 24 اوم. اللي بعده، a conductor of resist يبقى R، carries current I if an electric current of intensity 1 امبير، ماشي ده I2 بقى، passes through the same conductor يعني نفس الريزيستنس في نفس التمبريتشر، then its resist equal A. equal A عم قال لي نفس الكوندكتور في نفس التمبريتشر، يبقى الريزيست ثابتة يا عم، بحل ايه يا عم انا؟ امال ايه اللي زاد يا مستر؟ اكيد الفي زاد. عيد تاني، ادي R، السلك ما اتغيرش صح، والتمبريتشر مات ايه؟ بس المرة الأولى عدى 0.5 أمبير في التين دي اللي هي R 10 أوم،
يبقى اكيد كان البوتنشال ديفرنس 5 فولت ولا لا؟ ما غيرتش السلك ولا غيرت التمبريتشر، بس مع ذلك الاي بقى 1 امبير في 10 اوم، يبقى اكيد انت شلت الفيشه وحطيت 10 فولت ولا لا؟ ها صح، مش الريزيست بتتغير، اما بتغير الكوندكتور او بتغير ها التمبريتشر، لا الكوندكتور اتغير ولا التمبريتشر اتغيرت، يبقى الارفض للتين وبيضحك عليك. اللي بعد in the opposite figure، حاضر ماشي، الفي هنا والفي هنا، يبقى في 1 يساوي 5 ماينس نيجاتيف 7 يطلع 12 فولت، يبقى اي 1 يساوي في 1 على ار 1 يبقى 12 على 6 يطلع 2 امبير. شكرا. في 2 ده البوزيتيف، يبقى الكهرباء هنا ماشيه كده، دايما الكهرباء بتمشي من الكبير لمين، يبقى في اللي هو 22 ماينس 2 يطلع 24، يبقى اي 2 يساوي في 2 على ار 2 يبقى 24 على 4 يطلع 6 امبير. هو عايز ايه؟ اي 1 على اي 2 يبقى 2 على 6 يعني 1 على 3. اللي بعده يا شباب، يلا اللي بعده. Which of the following leads to increase the current intensity؟ بطارية مالهاش R internal ها؟ DC okay؟ I mean يساوي VB على R plus R internal، بما اني مفيش R internal يبقى R بس، قشطة؟ يبقى plus 0 خلاص يبقى R. هو عايز يزود الكرنت لمين؟ يعني عايز يزود ده دبل، يبقى يا اما زود دي دبل at constant R، يا اما اهو لو دي كونستانت صح ها ولا ايه ولا ايه؟ طيب يا اما اي مين يساوي في بي على ار ار، برضو انا عايز ازود دي الدبل اقلل دي الايه صح ات كونستانت مين صح كده يا جماعه؟ مش هما دول الاختيارات قبل ما نشوف؟ يلا بينا. انكريز الكتروموتيف فورس تو دبل، اه صح، وربنا ما مكمل عشان الشيطان ما يخش ليش. لا انت انت تقوله وربنا ما مكمل، انا هكمل عشان حضرتك ايه هتسألني ليه، انت تقوله وربنا ما مكمل مش انا بحل بيقين. ها يا مستر في غلطة، ما قالش ات كونستانت ار، ما اللي ما جابش سيرته يبقى ما تغيرش، مش هو قال البطارية زادت الدبل يبقى لو كان الريزيستنس جرى على حاجة كان قال ولا لا؟ عارف الغلطة كانت تبقى ايه؟ لو قال البطارية دبل والريزيستنس دبل، دبل مع دبل هتفضل غلط صح ولا لا؟ تفضل ثابت. انت انا حلفت انت اللي ما تحلش. ها ديكريز، لا ديكريز غلط، ديكريز غلط، ها حتى لو ديكريز غلط. انكريز الريزيستنس، انكريز الريزيستنس غلط، انكريز الريزيستنس تقلل الاي وانا عايز ازود الاي، ديكريز بس للكوارتر، لا لو انه قلل الكوارتر كان الاي زاد كم مره؟ أربع مرات، وأنا عايزه يزيد إيه؟ يبقى دي غلط وما قداميش فعلا غير الإجابة دي ولا لأ؟ تمام، يلا اللي بعده. بيقول in the opposite circuit، حلو قوي. إيه ده يا مستر؟ حاضر حبيبي، اسأل بابا عليه يا جميل. بابا زمان كان عنده فيشة كده عاملة زي شاحن الموبايل، بس جهاز كبير شوية وتقيل قوي، اسمه أدابتر. كان وظيفته بابا كان بيشغل بيه بقى الووكمان الكاسيت الحاجات دي، يعني الحاجات بتاعت زمان بتاعتنا دي. وكان شاحن الموبايل زمان اول كان شاحن تقيل قوي، لك شاحن اصلي وشاحن تقليد. المهم الادابتور ده جهاز تقيل قوي كده، كان وظيفته حاجتين، يا اما يحول من فيشه البيت اللي هي اي سي لدي سي بعض الاجهزه، وكان في زرار بقى كده مكتوب عليه 3 6 9 12 15 فولت. طب لو كان مكتوب عليه 3 بس يبقى كان بيحول لي من 220 ل 3، 6 بس يبقى من 220 ل 6. بما انه مكتوب عليه كذا واقدر احرك انا اخد الفي اللي انا عايزها، يبقى خد 3 6 9 اللي انت عايزه، قشطه.
فده اسمه ادابتر. اهو ده يا جماعه، يعني اقدر العب في الفي بتاعه ولا لا، بس بتحكم مني انا، وابقى عارف انا باخد كام. حلو قوي. بيقول لي الفولتج ده انكريز. حاضر، مش دايره ام دي، يبقى الفي بيساوي اي ار. كويس، الفي ده انكريز وبين ان الار اس كونستنت. اقرا السؤال كويس عشان هيديك على قفاك. بيقول لك ايه بقى؟ مين في دول ما يتغيرش؟ doesn't increase. الار يا عم، الار، الار يا عم اكيد. هو مش سالك مين يتغير، مين ما يتغيرش. حضرتك غيرت السلك؟ لا. سخنت السلك؟ لا. حطيت ار تانيه؟ لا. كاتب هنا سهم او فاريبل؟ لا. يبقى الاجابه ار. طب الباقي عندك؟ هو الاي هيزيد صح؟ لو زودت الفي الاي هيزيد. مش الاي بيساوي ان في اي على تي؟ هو بيقول لك بير سكند والاي ثابت، يبقى اكيد لما الاي يزيد الان يزيد. لا ده هيزيد. طب ما صح. لا يا حبيبي، مش عايز اللي يزيد، هو عايز مين اللي ما يتغيرش. يبقى ده لا هيتغير. الورك ده مش الفي بتساوي ورك على كيو؟ مش لما الفي يزيد ورك يزيد ات كونستانت كيو؟ لا، الورك هيزيد والانتنستي اوريدي هتزيد. يبقى مين الوحيد اللي ما يتغيرش؟ يلا اللي بعده. ذا اوبوزيت جراف. حلو قوي 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 قوي. ليه؟ لان حضراتكم متعودين على في واي، فالسلوب في على اي مينز ار ولا ايه؟ اما هنا لا. السلوب سيتا اي جريتر ذان سيتا بي. يلا بالترتيب، سيتا اي جريتر ذان سيتا بي. سو تان سيتا اي جريتر ذان تان سيتا بي. سلوب اي جريتر ذان سلوب بي. السلوب ايكوال اي على في واي على اكس. يبقى I على V A greater than I على V B. اتقل السلوب equal I على V means إذا كانت الار بتساوي V على I، يبقى so I على V equal 1 على R. مش عكس ده، عكس ده. يبقى 1 على R ل A greater than 1 على R ل B. So R A less than R B. مش 1 على، نيجي نفرح تبقى مش فاهم. لا والله، مش 1 على 2 أكبر من 1 على 5. سؤال دي ب 0.5، دي ب 0.2، يبقى أكيد ال 5 أكبر من 2 ولا لأ؟ يبقى R B greater than، يبقى هو ده والله إنما طلب كل ده. ماشي. The wire of higher resistance. قلت بيه خلاص. يبقى ايه لا ولا ايه؟ ايه لا، ايه لا، هي بي. بي because the slope of line represents the resistance. غلط. السلوب مش represent the resistance. لو represent the resistance كان بقيت ايه؟ represent the reciprocal of resistance. تمام. اللي بعده يا شباب، اللي بعده. The opposite graph. حلو قوي السؤال ده. في ايه؟ اسمع كده، انك لازم تعد على مهلك. خلينا في سلوب اكس، معايا كام يونت هنا؟ 1 2 3 4 صح ولا لا؟ يبقى الفي بتاع اكس كام؟ في اكس 4 صح. اي اكس بقى عد، 1 2 3 4 5 6. يبقى اي اكس بست صح. يبقى ار اكس باربعة على ست، في اكس على ار اكس صح. طيب دي اسهل طريقة يا شباب، بس انا بعمل اسهل طريقة. اتفقنا؟ واي بقى في واي عد، مش ده خط الفي مستر؟ طب ما تيجي نجيب السلوب ونعكس السلوب نجيب ار. هحلها لك كده برضه، بس انا بوريك اسهل طريقة. عد الواي بكام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى في واي بستة، ستة يونت.
اي واي. واحد اتنين تلاتة، يبقى اي واي بتلاتة، يبقى ار واي بستة على تلاتة تساوي اتنين. بنفس الطريقة يبقى ار اكس على ار واي تساوي اربعة على ستة ديفايدد اتنين، يعني اربعة على ستة في واحد على اتنين. الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين، تطلع اتنين على ستة، مش لاقي اتنين على ستة، تبقى واحد على تلاتة. تمام، يلا نحلها بطريقة الاسلوب العكسي. هو الاسلوب هنا اي على في، صح؟ الاسلوب ايه؟ اي على في. يبقى الاسلوب مينز، الاسلوب مينز اي على في، يعني يساوي 1 على ار. يبقى 1 على ار لاكس اكبر، لان تان اكس اكبر من تان واي، سيتا اكس اكبر من سيتا واي، سلوب اكس اكبر من سلوب واي، 1 على ار واي. يبقى اكيد ار واي اكبر من ار اكس، يبقى اكيد ار اكس على ار واي لزن 1. لز ايه؟ طب ما كله لا ما عدا ده، يبقى ده يخرج بره الموضوع لان ده جريتر ذان 1. استنى بقى نجيب السلوب، السلوب دلتا واي على دلتا اكس ولا لا؟ 1 2 3 4 5 6 ها، 1 2 3 4، يبقى سلوب اكس ها ب 6 على 4، يبقى 6 على 4. سلوب واي 1 2 3 على 1 2 3 4 5 6، 3 على 6 6، ده 1 على ار اكس وده 1 على ار واي ولا ايه؟ يبقى ار اكس ها ب 4 على 6، ار واي ب 3 على 6، سوري 6 على 3، صح كده؟ ايوه 6 على 3. يبقى ار اكس على ار واي يساوي 4 على 6 في ها 6، تاني تاني 1 على ار لاكس تساوي 1 على ار اللي هي اي على في، اي 1 2 3 4 5 6 على 1 2 3 4، كويس، 1 على ار واي تساوي 1 2 3 على 1 2 3 4 5 6. تمام، يبقى ار اكس تساوي 4 على 6، ار واي تساوي 6 على 3. يلا يبقى ار اكس على ار واي تساوي 4 على 6 ديفايدد ها 6 على 3، يبقى كأنها 4 على 6 في 3 على 6، يبقى 12 على 18 على 6 فيها ال 2 على 6 فيها ال 3. في حاجة غلط، 12 6 في 6 في 36، على ال 12 فيها ال 1 على ال 12 فيها ال 3 تبقى 1 على 3. يبقى الأسهل الحل الأول ولا لأ؟ فهمنا؟ اي على في، جبنا الار وخلاص. تمام، in the opposite circuit. حلو قوي السؤال ده، قوي 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 قوي، بس بصراحه بصراحه هو مش وقته هنا. ليه؟ لان احمد سمير قايل لك الفي بتساوي اي ار. انا عارف ولادي هيقولوا ايه. فلو الار زادت، ماشي، الار ايه زادت، الاي تقل ات كونستانت مين، صح ولا ات كونستانت مين؟ هنا الكونستانت مين في، يبقى الفي تساوي اي ار. فاكرين كلامي بقى؟ الفي يحصل لها ايه؟ يلا، لو الاي زادت الفي تزيد ات كونستانت ار. طب لو الاي قلت الفي تقل ات كونستانت ار. طيب لو الار زادت ها الفي تزيد ات كونستانت اي، قلت الفي تقل. طب لو الار زادت والاي قلت، احمد سمير قايل لك اسمع كلام مين؟ الار.
صح. يبقى ال V بيسمع كلام مين؟ ليه؟ لأن ال R أكثر تأثيراً. صح. ده لما ال V يتغير هو ال V هنا هيتغير. ليه؟ لأ، لأن مش دول النقطتين دول. ممكن أحط الفولتميتر هنا، يبقى الفولتميتر قاري البطارية، قاري الإيه؟ والبطارية ما بتتغيرش. يبقى ال V هنا is A، النبي ال V هنا is A. فلو الأرز يبقى ال V is constant. يبقى لو الأرز زادت ال I تقل بنفس الرش ولا لأ؟ عشان يفضل ال V is A. يلا نشوف بقى بيسأل في إيه. بيقول لي أميتر و R variable، كل ما R تزيد I تقل. تزيد تقل دي علاقة inversely ولا لأ؟ نفس السؤال. بيقول ايه برضو في الجراف؟ هو reading of voltmeter and value. ماليش دعوة، الفولتميتر بيقرا البطارية، يبقى الفولتميتر ثابت ولا ايه؟ طب يا مستر ما الار بتتغير، ما الار بتزيد الاي بيقل بنفس الريشيو، الار بتقل الاي بيزيد بنفس الريشيو، بحيث اي في ار يفضل كونستنت لانه بيقيس البطارية. طب بص دي، the reading of ammeter and voltmeter. يا عم reading of ammeter and voltmeter، يا عم مهما الاي زاد مستر، مش لو الاي زاد في المفروض يزيد، لان الاي في ار ايكوال في. برافو، الاي زاد نتيجه نقص مين؟ فاي ار تفضل ثابته ولا لا؟ لان الفولتميتر هنا بيقرا مين؟ كده اقدر اقول لكم الفيديو الثالث خلص اللي على اوم زولو. ان شاء الله نتقابل على خير. انتظروا منا بقيه درس واشوفكم.